طيب خلينا نروح على الفيسبوك اللي سألنا فيه الناس هناك إيش هو كان أفضل مسلسل في رمضان. طبعا تلقينا الكثير من الإجابات، لكن المسلسل السوري ولاد بديعة أثبت تفوق كبير عن بقية منافسيه، وبعده العربقي، ويليهما المسلسلان المصريان العتاولة ونعم الأفوكاتو. عموما يعني هذه كانت المتصدرة وهذا رأي الناس. خلينا نشوف مشهد من مسلسل ولاد بديعة. طيب يعني هذه كانت أبرز المسلسلات، يمكن المشهد ما هو جاهز، ولكن بالفعل هذه كانت المسلسلات الأكثر يعني مشاهدة. نحن ريم بتتذكري من أول رمضان وحتى بنص رمضان لما طلعنا مع بعض وقلت لك أنه ولاد بديعة مؤهل أنه يكون، والعربجي يعني مؤهلين أنه يكونوا من بالفعل أهم المسلسلات. نعم. أول شيء القصص تبعهم قوية، التمثيل تبعهم قلت لك يمكن حتى من خلال المساء العربية قلنا أنه ما في مشهد بهدول المسلسلين إلا ما بضم نجوم كبار. أكيد أستاذ طارق، إيش رأيك، إيش كان أفضل مسلسل في رمضان؟ والله في أعمال كثيرة نقدر نقول من الأفضل، يعني خلينا نبعد عن أفعال التفضيل ونخليها من أفضل، من فتدي من أفضل صحيح. المسلسلات خلينا أنا شايف إن الحشاشين حلو، من أفضل. أنا شايف على المستوى العربي فعلا أنا يعني شايف إنه زوجة واحدة لا تكفي، مسلسل جيد جدا يستحق الحفاوة، ولازم نذكر ايضا السطر اللي بعده انه لا يمكن لاي عمل فني ان يسيء لدوله او يسيء لشعب، يعني غير صحيح ده، يعني المفروض نحمل الاشياء اكثر مما تحتمل. طيب خلينا كمان ننتقل يعني الجزء الثاني اللي عايز اقوله. في مسلسلات مهمه زي اعلى نسبه مشاهده الحشاشين، في ايضا مسلسل اللي هو اشغال شقه على مستوى الكوميديا كان مسلسل مبهج. يعني انت مره دبلوماسي في اجابتك، ذكرت اكثر من مسلسل، احنا نبغى مسلسل واحد اللي عجب استاذ طارق الشناوي من جميع الجهات كمسلسل متكامل، اديني اسم. يعني صعب، بس انا شايف انه هقول لحضرتك شايف ان الحشاشين، لانه اللحظه دي الراهنه اللي بنعيشها كامه عربيه بل وكعالم ايضا محتاج لرساله فنيه زي اللي قدمها الحشاشين.